بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة، سواء أتمها في الثانية أو قرأ في الثانية من غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه. لا بأس أن يقرأ المصلي إماما كان أو غير إمام من أوائل السور، سواء أكملها أو قسمها بين ركعتين أو قرأ من سورة أخرى في الركعة الثانية، كل هذا جائز. وأما قراءته في وسط السورة أو في آخرها، هذا يأتي الكلام عليه. نعم. ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة، سواء أتمها في الثانية أو قرأ في الثانية من غيرها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب. نعم، هذا هو الدليل على أنه يقسم السورة بين الركعتين، ويقرأ أولها بالركعة الأولى ثم يكملها بالركعة الثانية، كما فعل صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف في صلاة المغرب، حيث قسمها بين الركعتين. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض المؤمنون في الركعة الأولى من الفجر. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعد سورة، أنه قرأ بعض سورة إذا جاء، أنه قرأ بعض سورة قد أفلح المؤمنون، قرأ بعضها في الفجر، دل على أنه تجوز قراءة بعض السورة في الركعة. نعم. فأما قراءة أواخر السور وأواسطها في الفرض فعنه يكره ذلك، لأنه خلاف الماثور. وأما أنه يقرأ من أواسط السور أو من أواخرها ويترك أولها، فهذا فيه قولان في مذهب أحمد، أنه جائز وأنه غير مناسب. نعم. فأما قراءة أواخر السور وأواسطها في الفرض فعنه يكره ذلك، لأنه خلاف الماثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها. نعم. وأما أنه يقرأ من أواسط السور أو من أواخرها ويترك أولها، فعلى قولين: القول الأول أنه لا يجوز أو غير مناسب، لأنه خلاف ما جاء في الأدلة، وهذا في الفرض. أما النافلة فلا بأس، في صلاة الليل أو في النافلة فلا بأس، لكن الكلام على صلاة الفريضة، فإن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ من أواسط السور ولا من أواخرها، وإنما كان يقرأ من أولها، سواء أكملها في الركعة الأولى أو قسمها بين الركعتين، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا قول. نعم.
والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها. ويعني تعليل أنه غير مناسب لأن آخر السورة مرتبط بأولها، فإذا ترك أولها فإنه يكون فصل بين أجزاء السورة أو آيات السورة. نعم. والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها، فأشبه من ابتدأ من أيها آية. نعم. وعنه يكره أن يقرأ من وسطها لا من آخرها. يكره أن يقرأ من وسطها، وسط السورة، وأما قراءته من آخرها فلا يكره لما يأتي. نعم. لما روى الخلال عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. نعم، هذا الدليل أن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ من أواخر السور في الفجر، قرأ آخر سورة آل عمران في الركعة الأولى، وقرأ آخر الفرقان في الركعة الثانية. دل هذا أنه لا بأس بذلك، قراءة أواخر السور في الفريضة. نعم. أما أوساطها فلم يرد شيء من هذا. نعم. وعن عبد الصمد قال: كنت جالسا عند الحسن فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة، قال: فقال الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه 300 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يؤم أصحابه في الفريضة فيقرأ بخاتمة البقرة وبخاتمة الفرقان وبخاتمة الحشر، وكان بعضهم لا ينكر على بعض. هذا الحسن البصري سئل عن هذه المسألة فأخبر أنه غزا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يقرؤون من أواخر السور، سورة البقرة وآخر البقرة وآخر الفرقان، ولا ينكر بعضهم على بعض، فدل على الجواز. نعم. فكان أحدهم يؤم أصحابه في الفريضة فيقرأ بخاتمة البقرة وبخاتمة الفرقان وبخاتمة الحشر، وكان بعضهم لا ينكر على بعض. وبخاتمة سورة الحشر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، إلى آخرها، ولا ينكر بعضهم على بعض، فدل على جواز قراءة أواخر السور في الفرض. نعم. بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة، مثل آية الكرسي وآية الدين، لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة، فكذلك في الصلاة. بل إن بعضهم يقرأ آية واحدة إذا كانت طويلة، إذا كانت الآية طويلة مثل آية الدين آخر البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى آخر الآية، صفحة كاملة. أو آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنها آية طويلة، تكفي قراءة الآية الطويلة والاقتصار عليها في الفريضة. نعم. لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة، فكذلك في الصلاة. ولأنها لا تكره في النافلة، فكذلك في الفريضة. لأنها تقرأ آية الدين وحدها وآية الكرسي وحدها خارج الصلاة، فقراءتها في الصلاة جائز أيضا،
قراءتها في الصلاة جائز أيضا، لا سيما والله جل وعلا قال واقرأوا ما تيسر من القرآن، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن واقرأوا ما تيسر منه. نعم. ولأنها لا تكره في النافلة فكذلك في الفريضة، ولأن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق، وإلا فالأصل أن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة، لأن كلا الصلاتين سواء. نعم. وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، وقراءة العشر الأواخر من آل عمران. نعم، وكل هذا يدل على أنه لا بأس بقراءة أواخر السور في الصلاة. نعم. وما كان يقرأه في خطبه وهو كثير، وكذلك كان يقرأ في خطبه من القرآن، يقرأ آيات من القرآن من أواخر السور أو من أوساطها، أدل على أنه لا يتعين أن الإنسان يبدأ من أول السورة لا في الخطب ولا في الصلاة. نعم. وقرأ صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية في قيام الليل. وقرأ صلى الله عليه وسلم في قيام الليل آية واحدة يرددها، وهي قوله تعالى فيما ذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال لربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على آية واحدة وكررها للاعتبار بها والاتعاظ بها. نعم. ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة. لا بأس أن يقرأ سورتين فأكثر في الركعة الواحدة في النافلة، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران كما في حديث حذيفة في ركعة واحدة. نعم. ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة، لأن ابن مسعود قال إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. متفق عليه. نعم. الشاهد بقوله يقرن في كل ركعة بين سورتين. نعم. وروى عنه حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، رواه مسلم. من قيام الليل قام صلى الله عليه وسلم يتهجد، فقام معه حذيفة صلي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع في البقرة، فقلت يركع عند المئة، فمضى عليه الصلاة والسلام حتى أكملها، ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران حتى أكمل السور الثلاث الطوال في ركعة واحدة، حتى هم حذيفة رضي الله عنه أن يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم قائم من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز قرن السورتين والثلاث في ركعة واحدة. نعم. وهذا في النافلة، وكما سبق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التفريق. نعم.
وهل يكره ذلك في الفرض على روايتين؟ نعم، منهم من يقول لا، ما قري في النفل لا يقرأ في الفرض، ما ورد أن الرسول يقرن بين السور في الفرض، إنما ورد في النفل، والنفل أمره واسع هم مثل الفرض. نعم. وهل يكره ذلك في الفرض على روايتين، إحداهما يكره لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. رواه أحمد. لكل سورة حظها من الركوع والسجود، فمعنى هذا أنه لا يضيف إليها سورة أخرى ويخليها من الركوع والسجود. نعم. والثانية، الرواية الثانية عن أحمد. نعم. والثانية لا تكره، وهي أشهر وأصح. والرواية الثانية أنه لا يكره جمع السورتين وأكثر في ركعة واحدة، سواء فريضة أو نافلة، وهذه أصح وأشهر. يقول الشيخ: أصح عن الإمام أحمد وأشهر في مذهبه. نعم. والثانية لا تكره، وهي أشهر وأصح، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي والبخاري معلقا مجزوما به. نعم. هذا رجل من الأنصار كان يؤم أصحابه في مسجد قباء، وكان يقرأ بسورة الإخلاص ثم يضيف إليها سورة أخرى في ركعة واحدة، ويكرر سورة الإخلاص في كل ركعة. فاستغرب الصحابة هذا منه، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء واجتمعوا عليه أخبروه بفعل هذا الرجل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعل هذا؟ قال: إني أحبها. وفي رواية: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. أقره على ذلك، مع أنه جمع، مع أنه كرر السورة في ركعتين وأضاف إليها سورة أخرى، دل على الجواز، وهذا في الفريضة في صلاة الفجر. نعم. وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمع بين السورتين والثلاث في الركعة الواحدة من الفريضة، ليس في النافلة فقط، دل هذا على الجواز. والحديث الذي قبله في قصة قباء يقول: رواه الترمذي ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. المعلق كما سبق لكم أنه ما ذكره البخاري بدون إسناد، هذا هو المعلق، وهو على نوعين: مجزوم به وغير مجزوم به. المجزوم به أصح. نعم. فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين فلا يكره. فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين فلا يكره. هذه مسألة أخرى، هل يكرر السورة الواحدة في الركعتين يقتصر عليها، أو هذا يكره؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة
في الركعتين، كررها في الركعتين، دل هذا على جواز تكرار السورة الواحدة في الركعتين والاقتصار عليها. نعم. فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين فلا يكره في الفرض ولا النفل، لما روى أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. نعم، دل على جواز ذلك في الزلزلة وغيرها. وكما سبق أن الرجل الذي يقرأ يكرر سورة الإخلاص في كل ركعة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وكذلك الآية الواحدة مثل ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر إن تعذبهم فإنهم عبادك، ورددها في الركعتين. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يركع بها ويسجد حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه الترمذي. نعم. قول المسيح لربه لما سأله الرب سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك أيكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أنت تعلم بدون أنك تسأل تعلم هذا، فإن كنت حصل مني فأنت تعلمه. الله جل وعلا سأله لأجل أن يقرع بني إسرائيل الذين اتخذوا المسيح إلها مع الله. الله يعلم أنه لم يقله، ولكنه سأله ليكذب القوم علانية، يكذب القوم علانية ويقيم عليهم الحجة. قال: سبحانك، يعني هذا تنزيه من الله جل وعلا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حق لله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد، والألوهية حق لله لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء. العبادة حق لله جل وعلا، لا حق فيها لأحد، لا للمسيح ولا غيره. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذا موقف يحصل يوم القيامة حينما يجمع الله الناس والرسل فيسألهم، يسأل الرسل ثم يسأل المرسل إليهم: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسألهم الله يوم القيامة تقريعا لهم، توبيخا لهم. الله لا يسأل سؤال استفهام، وإنما يسأل سؤال إقرار أو توبيخ. نعم. والأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى آخر القرآن، يعني يرتب القرآن. الأفضل أنه يرتب القرآن، يقرأ من البقرة تارة، يقرأ من آل عمران، يقرأ إلى آخر المصحف بالترتيب، هذا هو الأفضل. نعم. وهل يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان، مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الثانية بالفلق على روايتين؟ هل يجوز للإمام أن يقرأ بسورة ثم في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية بالسورة التي قبلها، مثل أن يقرأ في الأولى سورة الناس ويقرأ في الثانية سورة الفلق؟
هل يجوز هذا؟ يجوز هذا، لأن ترتيب السور ليس بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو باجتهاد الصحابة، تجوز قراءة هذه قبل هذه. أما تنكيس الآيات فلا يجوز، لأن الرسول هو الذي رتب الآيات في المصحف، لا يجوز تنكيسها. إنما يعني قراءة السور بعضها قبل بعض هذا جائز. نعم. وهل يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان؟ مثل أن يقرأ ترتيب مصحف عثمان الذي هو المصحف الجمع الأخير للقرآن، والذي أجمع عليه الصحابة على هذا الوضع الذي بين أيدينا، أجمع عليه المسلمون، وهم رتبوا السور من الفاتحة إلى سورة الناس على هذا النمط. هذا الترتيب بين السور هذا من اجتهاد الصحابة وليس بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، تجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الثانية بالفلق على روايتين، على روايتين عن أحمد، إحداهما الجواز لما سمعتم، والثانية لا، لأنه يروى أن ترتيب السور أيضا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يروى هذا. نعم. وأيضا ما يكون الإنسان يخالف ما عليه العمل وما عليه المصحف. نعم. على روايتين إحداهما يكره لأنه تنكيس للقرآن، فأشبه تنكيس آيات السورة. نعم، يعني كما أنه لا يجوز تنكيس الآيات كذلك لا يجوز تنكيس السور، لأنه كله تنكيس للقرآن. نعم. إحداهما يكره لأنه تنكيس للقرآن فأشبه تنكيس آيات السورة، فإنه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرها من غير خلاف في المذهب. يكره أنه يكتب مصحف يخالف مصحف عثمان في ترتيب الآيات، ترتيب السور، لأن هذا مخالفة للإجماع، إجماع الصحابة على وضع المصحف العثماني. لا يجي واحد يقول لا أنا برتبه حسب النزول، مثل ما حصل من بعضهم أنه فسر القرآن على حسب النزول، نزول الآيات، وهذا أمر لا يجوز، هذا شذوذ ولا يجوز. نعم. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال ذاك القلب، يعني قلب السور، قلب للترتيب، وهذا لا يجوز. نعم. ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة. نعم. والرواية الأخرى ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة، يقول ما كمل العبارة، يا سقط الظاهر. نعم. يقول كأن فيه كلاما مبتور، كأن فيه كلام مبتور. من يقوله؟ المحقق. اي صحيح، الجملة ما تمت. نعم. والرواية الأخرى لا تكره، هذه الرواية الأولى المنع، الرواية الأخرى لا بأس تنكيس السور. نعم. والرواية الأخرى لا تكره وهي أصح، لا تكره قراءة هذه قبل هذه من السور، لا تكره قراءة السورة قبل التي قبلها في المصحف. نعم. وهي أصح. نعم. والرواية الأخرى لا تكره وهي أصح، لأن الصبي يعلم على ذلك. الصبي حينما يعلم القرآن يبدأ من سورة الناس، ثم الفلق، ثم الإخلاص، ثم
سورة المسد إلى آخره. تعلمنا أول ما تعلمنا على هذه الطريقة ورضيها المسلمون، فدل على الجواز، هذا تسهيل على الصبيان الأطفال. وكذلك الجهال، الجهال اللي تعلمهم آخر القرآن وقصار السور ليصلوا بها وليقرأوها، هذا شيء طيب. أما تجيب صبي وتعلمه البقرة أو جاهل أو أعرابي وتعلمه البقرة، هذا صعب عليه. نعم. فالله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا من تيسير القرآن على الناس. وكذلك يكون في الصلاة، كما أنه يجوز في التعليم يجوز في الصلاة أيضا. نعم. والرواية الأخرى لا تكره وهي أصح، لأن الصبي يعلم على ذلك، ولأن ذلك لا يخرج عن القرآن، ولأن ذلك لا يخرج عن القرآن، هو قرآن سواء رتبته على السور أو قدمت بعض السور على بعض، هو القرآن. نعم. ولأن ذلك لا يخرج، لا يغير المعنى، ترتيب تقديم السور بعضها على بعض لا يغير المعنى. نعم. ولأن ذلك لا يخرج عن القرآن، عن الوجه الذي أنزل عليه والنظم والتأليف الذي له. نعم. لا يغير من القرآن شيئا، لا من المعنى ولا من النظم ولا من الترتيب. نعم. فأشبه ما لو قرأ سورة وقرأ في الثانية بعدها سورة لا تليها، كما أنه يجوز أن يقرأ سورة من أول المصحف الركعة الأولى ويقرأ سورة ثانية في من وسط المصحف أو من آخره في الركعة الثانية، هذا لا خلاف فيه، ما أحد منع من هذا. كذلك العكس، أن يقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الثانية سورة قبلها. نعم. فأشبه ما لو قرأ سورة وقرأ في الثانية بعدها سورة لا تليها، وقد تقدم حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. نعم، حيث قدم النساء على آل عمران، والذي في المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على آل عمران وهي قبلها في المصحف، فدل على أن تنكيس السور لا مانع منه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث الذي كان يفتتح بقل هو الله أحد ويقرأ بعدها سورة أخرى، حديث الذي يكرر سورة الإخلاص في كل ركعة ويقرأ بعدها سورة أخرى، قد لا تكون السورة بعدها في الترتيب، تكون قبلها أحيانا وبعدها أحيانا. نعم. وحديث الذي كان يفتتح بقل هو الله أحد ويقرأ بعدها سورة أخرى، فإذا لم يكره التنكيس في ركعة واحدة ففي ركعتين أولى. نعم، إذا حصل التنكيس بين السور في ركعة واحدة ففي أكثر من ركعة من باب أولى، يجوز هذا. نعم. واحتج أحمد بأن أنس بن مالك صلى المغرب فقرأ في أول ركعة قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. نعم، هذا أنس بن مالك صلى بهم المغرب فقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، قرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والكافرون قبل سورة الإخلاص، لكنه قرأ الإخلاص قبلها، أدل على هذا على الجواز. نعم. وقال البخاري قرأ الأحنف بالكهف في الأولى. نعم. وقال البخاري قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيونس أو يوسف. الأحنف بن قيس معروف قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بسورة يونس، والكهف
بعد سورة يونس في منتصف القرآن، وهذه في أوله، ومع هذا قرأ المتأخرة قبل المتقدمة، دل على الجواز. نعم. وقال البخاري: قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيونس أو يوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بها. وكذلك عمر يقول أنس أنه صلى مع أو الأحنف صلى مع عمر، وكان فعل هذا أيضا، يعني قرأ سورة في الأولى متأخرة في المصحف، وقرأ في الثانية سورة قبلها، فدل على الجواز. نعم. فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة. أما تكرار الآية هذا سبق لنا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كرر أن تعذبهم فإنهم عبادك، ورددها في الركعة الواحدة، فدل على جواز ذلك. كذلك السورة لو كررها في ركعة واحدة لم يخرج عن قراءة القرآن، لم يخرج عن أنه قرأ القرآن، فلا مانع إذا كان يجوز في الآية وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أن يجوز في السورة من باب أولى. نعم. فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة فلا تبطل الصلاة، سواء كانت الفاتحة، فلا تبطل الصلاة، يعني الأولى لا يفعل هذا، لكن لا تبطل الصلاة به، لأنه لا يخرج عن كونه قرأ القرآن وإن كان خالف ما عليه العمل. نعم. فلا تبطل الصلاة سواء كانت الفاتحة أو غيرها. الفاتحة هذه فيها محل إشكال، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والركن لا يكرر، ولو كرر الركوع بطلت صلاته، لو كرر الركوع متعمدا بطلت صلاته، أو السجود كرره، أو فكذلك إذا كرر الفاتحة لأنها ركن، هذا قول في المذهب. قول الثاني أنه لا بأس بذلك، لأن هناك فرقا بين الركن القولي والركن العملي. الركن العملي كالركوع والسجود إذا كرره تبطل الصلاة، وأما الركن القولي مثل الفاتحة فإذا كرره لا تبطل به الصلاة. نعم. سواء كانت الفاتحة أو غيرها، لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي، وتكرار الأركان القولية لا تبطل. أي لأنها ركن قولي، هي ركن بلا شك، لكنه ركن قولي، تكرير الركن القولي لا يبطل الصلاة، أما الفعل فيبطل الصلاة، لأنه زيادة، زاد في الصلاة. نعم. لأن أقصى ما فيها زيادة، لأنه زاد في هيئة الصلاة. نعم. لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي، وتكرار الأركان القولية لا تبطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. نعم. مع أن تكبيرة الإحرام ركن، ومع هذا كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، دل على جواز تكرار الركن القولي. نعم. وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة، وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة، افتتح الصلاة بسورة الإخلاص، كل ركعة يكرر فيها سورة الإخلاص. نعم. قال ناسخه. نعم. قال ناسخه الشيخ علي. يكفي، انتهى كتاب صفة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، ونختار إن شاء الله بعده كتابا مناسبا ونعلنه لكم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم
رفع الإمام لصوته وترديده بعض الآيات التي فيها وعيد ليتأثر بها المأموم. الله، هذا شيء ما ورد، هذا شيء ما ورد. الإنسان ما يفعل شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. نعم، والصلاة محددة، ما أحد يتصرف فيها أو يدخل فيها شيئا إلا بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يقرأ في الركعة الواحدة من سورتين مختلفتين، فيقرأ مثلا في الركعة الأولى يقرأ آخر البقرة وآخر آل عمران في ركعة واحدة؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. يعني يقرأ آيات من سورة ويقرأ آيات من سورة أخرى في ركعة واحدة، هذا لا يصلح، وهذا لا، لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف. نعم، إنما أنه يقرأ الركعة الأولى من سورة والركعة الثانية من يقرأ من سورة ثانية لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان التعليل هو أن الأواخر مرتبطة بالأوائل من ناحية، هذا من ما هو التعليل الوحيد، هذا من جملة التعاليل، وليس كل سورة يرتبط آخرها بأولها، لكن بعض السور كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة القراءة من وسط السورة؟ أنه جائز، الراجح أنه جائز، والحمد لله لما سمعتم، ويدخل في قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع الاستعادة في كل ركعة؟ لا، هذا مر بكم أنها لا تكرر الاستعاذة في كل ركعة، فإنما هي في الركعة الأولى فقط. نعم، بعد الاستفتاح، كما أنه لا يكرر الاستفتاح فلا تكرر الاستعاذة. أما البسملة فهي تابعة لأول السورة، إذا أردت أن تقرأ من أول سورة تأتي بالبسملة قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى والصلوات التي في النهار؟ لا، صلاة النهار سرية سواء فريضة أو نافلة، إلا ما ورد أن الرسول جهر فيه مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد، صلاة الكسوف على رأي، صلاة الكسوف على قول، لكن العيد والجمعة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في النهار لا بأس. لكن إذا قضى في مسألة، إذا قضى صلاة الليل في النهار مثل الفجر صلاها فاتته وصلاها في النهار، يجهر فيها القراءة، لأن القضاء يحكي الأداء، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر وصلاها بهم بعد ارتفاع الشمس، جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل، تقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ بعدها سورة تأسيا بذلك الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ويكون ذلك مستمرا عادة له؟ إذا لم يشوش على الناس، الناس اليوم يشوش عليهم، هذا ما اعتادوا، فلا يشوش على الناس، لكن إذا صلى لنفسه منفردا أو مع ناس يعرفون هذا ولا يتشوشون لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الزلزلة وتكرارها في الركعتين لا يكون إلا في السفر؟ لا، هذا في الحضر، الرسول قرأها وكررها في الحضر،
ليس في السفر، دل على الجواز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة، هل يسن أن يقرأ المعوذات في هذه الركعة فيقرأ الإخلاص والفلق؟ في صلاة الوتر الركعة الأخيرة، هل يسن له أن يقرأ المعوذات فيقرأ الإخلاص والفلق والناس في هذه الركعة؟ نعم، ورد هذا في حديث في البلوغ، ورد في البلوغ تجدونه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الوتر بالسور الثلاث، الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والأكثر أنه يقتصر على سورة الإخلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الإمام يقرأ في الركعتين يقرأ بآيتين من سورتين، إذا كان الإمام يقرأ في ركعتين آيتين من سورتين مختلفتين ولكن الموضوع واحد، هل يجوز هذا؟ لا يمكن أن يكون الموضوع واحد بين آيتين، موضوع واحد تماما ما يختلف، ما أظنه يمكن هذا، لازم يكون فيه اختلاف بين الآيتين. نعم، لكن قد يتشابهان. نعم يتشابهان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يجوز نسبة النفس إلى الله تعالى أخذا من هذه الآية؟ نعم نعم، يجوز تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تثبت النفس لله سبحانه وتعالى، لكنها ليست مثل نفس المخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المحرم في مسألة تنكيس الآيات أن يقرأها في ركعة واحدة أو في ركعتين؟ لا، في ركعتين لا بأس، إنما في ركعة واحدة، ما في ركعتين ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع وقد صف، لكن لاحظوا إن الإنسان ما يشوش على الناس، ما يشوش على الناس في أمور ما اعتادوها ويسيئون بها الظن ويحصل ما يحصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع وقد صف الناس في الصف الثاني ولم يكتمل الصف، إذا دخلت المسجد والإمام راكع وقد صف الناس في الصف الثاني ولم يكتمل الأول بعد، يقول فهل لي أن أصف مع الناس في الصف الثاني أم علي أن أذهب إلى الجهة البعيدة في الصف الأول وربما فاتتني الركعة؟ نعم، تسعى إلى الفرجة لتسدها، وهم الذين أساءوا في عدم سدها أسقطوا حقهم، فلك أن تتخطاهم، تذهب إلى هذه الفرجة لتسدها، وقد جاء في هذا فضل عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى مصل خلف الصف لوحده، إذا صلى مصل خلف الصف لوحده نعم، ثم بعد الركعة الثانية جاء آخر معه، فهل تبطل صلاته كلها؟ نعم، إذا صلى ركعة كاملة وحده، ركع وسجد ولم يأتي أحد، تبطل صلاته. أما إذا دخل معه آخر قبل أن يسجد فإنها تزول فذوذيته وتصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يفعل من قرأ الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة بالخطأ أو بالنسيان؟ إذا كان بالخطأ أو بالنسيان فلا شيء عليه. نعم، ولا يفعل شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أقل عدد تقام فيه صلاة الجماعة؟ اثنان، الاثنان فأكثر
الاثنان فما فوقهما جماعة كما في الحديث، تنعقد باثنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح صلاة من يقرأ من المصحف في الفريضة؟ هذا كسل عظيم، يقرأ يعني ما يحفظ شيء من القرآن صلي به في الفريضة، هذا كسل عظيم. أن العلماء مختلفون، هل يقرأ في المصحف في النافلة في صلاة التراويح فكيف في الفريضة؟ ألا يعني يصل الإنسان إلى هذا المستوى ما يحفظ شيء من القرآن ولا السور القصار ويقرأ في المصحف؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أشك في الصلاة السرية أنني لم أقرأ الفاتحة، فهل يجوز لي أن أكررها؟ إذا شككت هل قرأتها فلا بد من قراءتها لتتأكد، لأنها ركن، لا بد من التيقن أنك قرأتها، إلا إذا كان هذا من باب الوسواس ويتكرر معك من باب الوسواس فإنك تتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إن لديها بنت تبلغ من العمر 11 عاما ولديها تخلف عقلي 11 عاما. نعم. ولديها تخلف عقلي متوسط حسب تقرير المستشفى، وتدرس مناهج خاصة ولديها صعوبة. يقول أو تقول المرأة: هل تعتبر ابنتي هذه مكلفة وتؤمر بالصلاة؟ وكيف يكون التعامل معها؟ هل علي شيء إذا تركتها فلم أوقظها للصلاة، مع العلم أنني أعاني المشقة في ذلك، فهي تصلي أحيانا وترفض أحيانا كثيرة؟ عليها من التكليف بقدر ما عندها من العقل، وأنت تأمرينها بالصلاة وتلزمينها بذلك إذا حضر عقلها، تلزمينها بالصلاة وتصبرين على المشقة، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر وصلاها من النهار شفعا، فهل يكره قنوته فيها أم يسن؟ نعم، خلاف السنة، الرسول ما قنت فيها، قضى الوتر وشفعه ولم يقنت فيه النهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القنوت ليس من الوتر، القنوت ليس من الوتر، إنما هو دعاء، دعاء في الوتر سنة من سنن الوتر، فلا يأتي به إذا قضاه في النهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أن إفراد صيام عاشوراء أنه أقل السنة. نعم. يقول: هل إذا وافق عاشوراء يوم الجمعة هل يكره إفراده؟ لا، ما يكره، ما يكره، لأن ما هو قصده النفل المطلق، إنما قصده صيام عاشوراء، وافق يوم الجمعة يصوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للكعبين نصيب من الثوب؟ حيث إن بعض طلبة العلم يجعل ثوبه إلى نصف الكعب. الأمر سهل، المهم أنه ما ينزل عن الكعب. الحديث جاء أسفل الكعبين، أسفل الكعبين، أما ما كان من الكعبين فما فوق، هذا هو السنة، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسكن في بلد أسعار البيوت فيه مرتفعة جدا، وأنا أعمل في وظيفة وأجمع مالي لكي أشتري بيتا، هل علي زكاة في هذا المال؟ نعم، إذا اجتمع عندك نصاب فأكثر فتجب فيه الزكاة، دون نظر إلى نيتك فيها، هل هو البيت أو الزواج أو التسديد دين أو ما أشبه ذلك، إذا حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة لتوافر شروط الوجوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة بالبنطال العريض، البنطال الواسع؟
الذي لا يصف أحجام العورة واسع فضفاض ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أرضعتني زوجة عمي وأنا صغير، وتقول إنها قد أرضعتني أكثر من مرة، وهي متأكدة أنها أشبعتني في واحدة وليست متأكدة من الباقي، فهل تصبح أما لي من الرضاع؟ الرضعة هي المصة، أو لازم يشبع، إذا مص الثدي ونزل عليه حليب ولو قليل هذه رضعة، فإذا أكمل 5 مصات فقد تم نصاب الرضاع، تصبح أما لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخي يعمل موظفا وبائعا في محل، وقد أهدى إليه أحد الزبائن تمرا فأخذه ثم أهداه لي. أخوه إيش؟ يعمل موظفا وبائعا في محل، وقد أهدى إليه أحد الزبائن تمرا، يقول: فأخذه أخي وأهداه لي، يقول: ماذا أعمل به؟ هل يجوز لي أن آكل منه؟ رده عليه، ولا يجوز له، هو ما يجوز له يأخذه، لأن هذا رشوة. الزبائن ما جابوه له محبة، إنما جابوه له لغرض أن يتسامح معهم، وأن فهذا رشوة ويجب رد، ويجب على الموظف أنه يرد على الزبون الذي جاء به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أستلم مبلغا من المال لأنني قد فزت بجائزة في أحد المراكز التجارية عن طريق شراء القسائم، يقول: وأنا محتاج لهذا المال؟ لا، لا تأخذه، ويرزقك الله غيره. هذا المال من أكل المال بالباطل، فلا يجوز هذا، لا تأخذه، اتركه. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا كان لا يجوز لي هذا المال، فهل لي أن أقترض منه قدرا يسيرا ثم أرده بعد ذلك؟ لا تقربه أبدا، ولا تقربه أبدا، يسر الله لك غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الطالب الذي قد تخرج من كلية الشريعة، هل يعد مؤهلا للرجوع إلى أهله والقيام بالدعوة إلى الله؟ إيه نعم، إذا كان إنه أتقن دروس كلية الشريعة، أتقنها وفهمها، فهو مؤهل. أما إذا كان ما أتقنها ولا درسها، وإنما اختبر وغش أو تسومح معه بالتصحيح ولا يفهمها، فلا. نعم، الكلام على الفهم والإدراك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي ورد في الحديث، حديث الصحابي، أنه كان يبتدئ بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى، هل يجوز أن أفتتح بسورة أخرى كسورة الناس مثلا ثم أقرأ بعدها سورة أخرى؟ ما ورد هذا، إنما ورد في سورة الإخلاص خاصة، لأنها صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت قد أحرمت متمتعا في شهر ذي الحجة، في شهر ذي القعدة، ثم ذهبت إلى جدة ورجعت في اليوم نفسه، وعندما أردت الحج أحرمت من مكة، فهل حجي صحيح؟ نعم. يقول: كنت أحرمت متمتعا في مكة في شهر ذي القعدة، ثم ذهبت إلى جدة. أحرمت متمتعا في مكة، يقول في مكة. نعم. كيف يحرم متمتع في مكة؟ متمتع يحرم بالعمرة خارج مكة، يخرج منها، يحرم بها خارج الحرم. إذا أراد أن يحرم متمتعا وهو في مكة، فلا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا يحرم من مكة بالتمتع، منما يحرم بالحج فقط من مكة، أما العمرة لا، سواء كانت مفردة أو متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بينها وبين الحج، لا بد أن تكون من الحل، فيكون عليك فدية. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التعصب لمذهب معين؟ يجوز التعصب للحق، أما التعصب التقليد بدون دليل فهذا لا يجوز. التعصب إنما يكون للدليل ومع الحق، وليس هذا تعصبا، هذا تمسك، يسمى التمسك بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا وأنا ذاهب إلى المسجد أمر بأناس يعملون أو يكونوا غافلين عن الصلاة فآمرهم بالصلاة ويؤدي ذلك إلى فوات جزء من الصلاة علي، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما أظنه يفوت عليك، تمر وتقول لهم صلوا جزاكم الله خير وانت ماشي، ما يفوت عليك شيء من الصلاة. أما إنك تقعد معهم وتقول لهم يلا يلا امشوا قولوا، لا، يكفي إنك تقول صلوا جزاكم الله خير وتمشي وانت في طريقك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نجمع بين الأمر بترك المراء والجدال في الدين وبين نصح العوام الذين تغيرت فطرتهم بسماع كلام أهل البدع وإزالة الشبهات عنهم في مسائل العقيدة؟ هذا ليس مراء، هذا مجادلة بالتي هي أحسن، تجادلهم وتبين لهم الحق، توضح لهم، هذا من تعليم العلم النافع، ومن الجدال بالتي هي أحسن. أما المراء هو الذي لا داعي له، الجدال الذي لا داعي له، هل صلاة الظهر فريضة أو نافلة، هل متى شرعت، متى، هذا هو الجدال الذي لا فائدة فيه، هذا هو الجدال الذي لا طائل تحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حصل رئيس القسم لدينا في العمل حصل على ترقية، واتفق الزملاء على استئجار استراحة ووضع عشاء له بمناسبة ذلك، هل يجوز أن نفعل ذلك لرئيسنا؟ أنا إذا كانوا جميعا قاموا بهذا ما في بأس، لأنهم غير متهمين، أما إذا كان واحد منهم فعل هذا فهذا هو اللي ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التكبير الله أكبر كبيرا، يقول: أليس هذا هو دعاء الاستفتاح وليس تكرارا لتكبيرة الإحرام؟ لا، تكرار لتكبيرة الإحرام أو الاستفتاح، الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. نعم، هذا تكبيرة الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، رواه أبو داود. نعم. يقول: هل يقاس على المملوك العامل أو السائق؟ نعم، يقاس عليه، أنك تجي العامل أو مستاجر تقول له اترك العمل عند هذا، تعال عندي زودك، ولا عند فلان عنده أكثر، هذا لا يجوز، هذا فيه إفساد وفيه إساءة إلى أخيك، فلا يجوز لك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذهاب إلى شركات التقسيط فتقوم الشركة بشراء السيارة شرائها لي عن طريق التقسيط بسعر أعلى من سعرها الأصلي على أن تظل السيارة باسم الشركة حتى أكمل سداد الأقساط؟ هذا معناه أنهم اشتروها لك، ما شروها لهم، شروها لك وزودوا ثمنها، هذا من القرض، أقرضوك ثمنها بزيادة، هذا ربا، ما شروها لهم، دخلت ملكهم، إنما قلت أنا أبي سيارة وراحة وشروها لك وسلموا الثمن قرضا بدل منك ويستردونه بزيادة، هذا ربا. أما لو كانوا اشتروا السيارة لهم، ما هو لك، شروها لهم، دخلت ملكهم ثم باعوها عليك، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تسبب في حادث سيارة ترتب على ذلك غرامة مقدارها 35,000 ريال، وأدخل السجن لأنه لا يوجد لديه هذا المبلغ حيث إنه فقير. سؤاله: هل لوالده الغني أن يعطيه من الزكاة بمثل هذه الحال؟ وهل هناك فرق بين إعطاء القريب من الزكاة إذا كان غارما أو إعطائه لأجل النفقة؟ لا، ما يجوز لوالده أن يعطيه من الزكاة. زكاة لا تحل، زكاة الوالد لولده لأي غرض كان، لكن يتحملها من ماله، الوالد يتحملها من ماله إذا كان ابنه فقير يتحملها من ماله، مثل النفقة إذا كان فقير ولا عنده شيء يجب عليه أن ينفق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كلما استصعب علي شيء من أمور الدنيا فإنني أقوم بالصلاة والإكثار من الصلاة من أجل أن يتسهل هذا الأمر، يقول: هل عملي هذا محذور؟ وهل لي أن أستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ فزع إلى الصلاة الفريضة يعني، ويأمر بلال أن يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة، هذا في الفريضة، وإذا فعلته نافلة فلا بأس. الله جل وعلا قال: استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا يعم النافلة والفريضة، فأنت أحسنت في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي زكاة مال، فإذا أردت أن أعطيها لشخص فهل يلزمني أن أخبره أنها زكاة؟ إذا كنت تعلم ويغلب على ظنك أنه ما يريد الزكاة، ما يريد الزكاة، بعض الناس متعفف جدا ولا يريد الزكاة، إذا كنت تعلم أنه يكره الزكاة فأخبره، أما إذا كنت لا تعلم وتشوفه محتاج ادفع إليه الزكاة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يدرس الناس العلوم الشرعية وعقيدة السلف مع أنه لم يتلقى العلم عن المشائخ والعلماء، يقول: هل يؤخذ عنه العلم؟ ما دام أنه ليس عنده تأصيل عن العلماء، إنما هو متتلمذ على الأوراق وعلى الكتب، فلا، ما يؤخذ عنه العلم، لأنه ما يفهم مذهب السلف ولا يفهم إلا عن دراسة على العلماء، تلقي عن العلماء. هذا العلم بالتلقي، ما هو بالقراءة فقط، بالتلقي، لكن القراءة مساعدة فقط لا يعتمد عليها، فمثل هذا يقال له متعالم فلا يؤخذ عنه العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأطفال الذين ماتوا ما حكم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، ماتوا مسلمين، يقول: هل يشهد لهم بالجنة عينا؟ حتى الكبار ما تشهد بالجنة لأحد معين إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار معين، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بدليل إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من عداه فإننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ربيبة أبي يحل لي الزواج بها؟ ربيبة أبيك؟ نعم، يعني بنت زوجة أبيك، ربيبة أبيك يعني بنت زوجته، لا بأس أن تتزوج بها. نعم، إنما تحرم على أبيك فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا: وهل بنت زوجة أبي التي لم تتربى في حجر أبي تكون ربيبة كذلك؟ لا بأس، لا، ما هو بلازم تربى في حجره، إنما هذا من باب الغالب، من باب الغالب،
وله بلازم نتربى عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها وشعرها أمام المرأة الكافرة؟ لا بأس، المرأة مع المرأة لا بأس، كافرة أو مسلمة. بعض العلماء يقول لا، الكافرة ما تكشف عندها، لقوله تعالى: أو نسائهن، نسائهن يعني المسلمات، ولكن هذا والله أعلم ليس بقيد. المرأة مع المرأة لا حرج عليها أن تكشف وجهها وشعرها، إلا إذا خافت، إذا خافت محذورا فإنها تمنع، حتى مع المسلمة إذا خافت محذورا تمنع نفسها من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك جماعة في التشهد الأخير ثم أتى أناس لم يكبروا، هل يجوز لهم أن ينتظروا ولا يدخلوا مع الإمام ثم يصلوا جماعة أخرى؟ نعم، يجوز لهم، بل يجب عليهم أنهم يصلون جماعة أخرى ولا يصلون فرادى، وهم مخيرون، بقوا يدخلون مع الإمام فيما بقي، وإذا سلم يقومون ويأمهم واحد منهم لا بأس بذلك، أو ينتظرون حتى يسلم ثم يصلون جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أن اللحية لها دية، يقول: ما مقدار الدية بالنسبة للحية إذا أترفت فلم تظهر بعد هذا وكان هذا الفعل عمدا؟ دية النفس 100 من الإبل، دية النفس 100 من الإبل، تقوم في كل زمان بحسبه، ترتفع وتنخفض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أن شخصا وضع مسابقة وجعل على هذه المسابقة جعل مبلغا من المال، فهل فعله هذا جائز؟ مسابقة على إيش؟ مسابقة على ما جاء في الحديث، على الرماية، على ركوب الخيل، على ركوب الإبل، هذا جائز، وألحق به ابن القيم رحمه الله الجائزة على حفظ القرآن وعلى مسائل الفقه، قال: لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك لا يجوز أخذ الجوائز عليه، حرام ومن القمار، هذا هو القمار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أحرم قارنا ولم يذبح الهدي، وذلك منذ سنتين لم يذبحه جهلا، يقول: ما الحكم؟ الحكم باقي في ذمته، يذبحه في مكة قضاء، يذبحه في مكة في الحرم قضاء. نعم، كما لو ذبحه أيام العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي لا ينكر المنكر، نعم، هل الذي لا ينكر المنكر يعتبر غير مسلم أم ناقص الإيمان؟ إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، بقلبه كله ماشي عنده، المنكر غيره هذا ليس بمسلم، يعني يستوي عنده المسلم والكافر والإيمان والكفر، يقول كله ماشي كله، كلهم بنو آدم، هذا لا شك أنه كافر، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في ساحات الحرم، في ساحات الحرم المكي إذا أقيمت الصلاة فإن المأمومين يصلون جماعات متفرقة، هل يجوز وهم خلف الإمام، هل يجوز أن أصلي مع إحدى هذه الجماعات أم علي أن أذهب إلى أقرب جماعة متصلة الصف وقد تكون بعيدة عني؟ هذا أفضل وأحوط لك، أنك تذهب إلى الصفوف المتصلة تدخل معها،
وإذا كان هذا يكلفك أو الوقت ضيق وتخاف أن تفوتك الصلاة صل معهم لا بأس، صف معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة صلاة من يصلي في البناطيل التي تصف حجم العورة أو تظهر جزءا منها إذا ركع أو سجد؟ هذا حرام، يأثم بذلك، أما صلاته وهي صحيحة لأن البناطيل تستر ما وراءها، تستر ما وراءها، تستر الجلد ولا يظهر شيء من لون الجلد، صلاته صحيحة، لكن يأثم على ضيق البنطال حتى يصف أحجام أعضائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي عندها مبلغ من المال في البنك وقد حال عليه الحول، هل يجوز أن تعطيني زكاة المال، زكاة مالها، على سبيل مساعدتي في الزواج؟ لا يا إخوان، ما يصلح زكاة الوالد لولده سواء كان المال في البنك أو غيره، ما يصلح زكاة الوالد لولده لا في زواج ولا في غيره، لأنه يجب على الوالد إذا كان يقدر أن ينفق على ولده المحتاج، يجب عليه، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يجوز للابن بالعكس أن يعطي أباه من الزكاة؟ أبدا، ما يجوز لعمودي النسب بعضهم مع بعض تعاطي الزكاة فيما بينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لأخي لأعينه على الزواج؟ لا بأس، أخوك لا بأس، إذا كان عاجزا عن الزواج تساعده من الزكاة، ما في بأس. نعم، ما هو مثل الوالد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أذهب إلى محل لبيع الأجهزة المنزلية فأطلب منه شيئا معينا فلا يكون عنده، ويقول لي: انتظر يومين ثم آتيك به، وفعلا يأتي به ويقسطه علي، هل هذه المعاملة جائزة؟ مثل ما ذكرنا، إن كان شراه لك وسلم ثمنه بدلا عنك فهذا قرض ربوي ولا يجوز، أما إذا كان شراها له يبي يبيعها عليك ولا على غيرك فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لبعض أئمة المساجد الذي يتقدم إلى الصلاة ولا يلتفت إلى المأمومين ولا يهتم بالصفوف ولا بالفرج التي بين الصفوف؟ هذا ترك للسنة، هذا تقصير منه، ترك للسنة، فإنه يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يلتفت يقول: استووا، عدلوا صفوفكم، سدوا الفرج، أكملوا الصف الأول فالأول، وهكذا يعطيهم إرشادات. نعم. انت